انا محمد منير، لان انا بتكلم معاك وانا منفعل، ولا انا اقبل تهديد ولا ابتزاز، واللي بيغني ولا بيزمر ما بيخبيش دقنه. انا محمد منير، صحفي مصري حر، اعمل صحفي محترف باجر زي كل الصحفيين المحترفين، بل اقل من ذلك. بكتب مقالات في موقع الجزيرة، نعم بكتب مقالات في موقع الجزيرة كصحفي محترف بأجر، وده معروف من 2011. مش على مزاج أي حد بقى، اللي حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، يعني يكتب اللي أنت عاوزه يا إما هتطلعني عميل مش عارف لإيه. أنا بكتب في بعود أحرنوت للسعودية، وأنا بكتب في تل أبيب، وأنا بطلع مش عارف في الفضائيات المصرية آخد ملايين الجنيهات. الكلام اللي وصلني بتاع احنا ماسكين عليك مش عارف مقابلات في مقابل خدت اجر الكتابه في ايه، لا باخد ورسمي وحقي وحقي، انا ماليش دعوه بقوانينكم اللي انتوا بتطلعوها، واللي بكتبه انا مسؤول بيه قدام ربنا، ولن اسمح بابتزازي. واقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، شوف ثلاث قسم اغلظ الايمانات، انا لن اسمح ان انا اعيش بطريقه غير اللي انا عايز اعيشها. وفي حاله الضغط او الابتزاز بالسجون او مش عارف ايه او قضيه ايه، بنحضر لك قضيه، ثاني حياتي بايدي علني. وانا بقول علني عشان ما اجيش اموت واقول لك اصل هو موت نفسه، كان انا هيموت نفسه. ليه؟ لان هتبقى في الحاله ديت انهاء الحياة الاحتجاجي رسالة للعالم كله بالوضع الزبالة اللي احنا فيه. ما وصلتش لدرجة الحصار والابتزاز بأننا يا اما هنبقى على هواكو يا اما يتشهر بينا او نتهدد في بيوتنا. انا اللي اقتحم، انا امبارح تم اقتحام شقتي وبيتي وكسر باب الشقه والافنديه اللي يعني لا لا لا، ما فيش داعي نفتح الموضوع ده. وممكن نلم ايه؟ انا مش هلم حاجه. عاوزين تسجنوا اسجنوا، عاوزين وقبل ما تسجنوا احنا هكون موت نفسي. احتجاج قدام العالم كله، ما انا مش هسمح لكم بالطريقه دي. قاعدين بننصحكم وبنقول لكم في أوبئة في مصر وفي مصايب سودة، وقدمنا إيد المساعدة، وبعدين في الآخر إيه يعني؟ إيه؟ مطلوب إيه؟ مطلوب عبيد بشكل انبطاح كامل؟ آسف، مش هيحصل. ربنا ما امرناش بكده. فشلة وبلطجية، انتوا احرار، امر الله، وانا كمان حر في حياتي اعيشها زي ما انا عايش وانهيها زي ما انا عايز، غير مقبول الابتزاز وغير مقبول التهديد. شغل الحوش بتاع انك تبتز حد بتصور انك مصور، لا انت مصورني لا مؤاخذه في بيت دعاره، ولا انت مصورني مش عارف ايه. صور الناس بتوعك اللي بيرافقوا الرقصات وبتاع وقاعدين في الفضائيات المصريه عاملين فيها وطنيين. انا بقول اهو لموا الموضوع معايا، عشان قسما بالله انا فيا طاقه تولع بلد بحالها. ومش بقى على حاجه، 65 سنه وكبير في السن، لازم تعرفوا ان كلمه كبير في السن معناها ايه. كلمه كبير في السن معناها انه قريب من مقابله ربنا. مش هقابل ربنا وانا مرضيكوا على حساب رحمته، حابب ربنا
وانا مرضيه هو مش مرضيك انتوا. ايه المرارة الطافح ده؟ فيه ايه؟